بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله عندنا توفيق لعجل نواصل بحثنا حول بداية الحكمة في الأسبوع الماضي ما استطعت أن أكون معكم لأنني كنت في أرجنتينا عندنا كان برامج في برازيل ويوم الجمعة ذهبنا إلى أرجنتينا وكنا هناك إلى يوم الاثنين الماضي والحمد لله بدعائكم برامج كانت رائعة جدا. وإن شاء الله ربما تتكرر ان شاء الله الرحله هناك باذن الله ومن الامور الرائعه كان مجلس البلديه في المكان الذي ذهبنا في برازيل بالاجماع اتفقوا على ان يعطوني ما يسمون هومج فاعطوني شهاده وثيقه و الى جانبها كان صفحه كامله حول نشاطاتي وكذا و بالاتفاق حاولوا أن يعطوني هذه الشهادة ما كان عندنا برنامج بالليل مع سكان ماريا بوليس والمدينة فجعت رئيس البلدية والشخص من مجلس البلدية وأعطوني هذه الوثيقة فإن شاء الله نأخذ هذا كبشارة بأن إن شاء الله قلوب الناس ستكون إن شاء الله منفتحة أمام هذا أن اداء للوحده وللصلح والتعايش ان شاء الله، اما كلامنا في بدايه الحكمه كان حول انواع التقابل، وبال بشكل خاص حول القسم الرابع وهو التناقض، لاننا تكلمنا حول تضاد، حول العدم والملكه، حول التضايف، بقي أن نوسع الكلام حول التناقض التناقض من أوضح الأشياء عندنا حتى يسمون قضية امتناع اجتماع النقيضين بأنه أنها قضية رئيسية وتكون أم القضايا. أم القضايا من اوضح الامور من ابده البديهيات امتناع اجتماع نقيزا فالعلامه رحمه الله يقول الفصل التاسع في تقابل التناقض وهو تقابل الايجاب والسلب يعني اي شيء وضعتمه فرفعه او اذا رفعتم وضعه يمكن أن يكون أحد طرفي النقيضين بأن يرد السالب على نفس ما ورد عليه الإيجاب ليس شيء آخر مثلا نقول أن يكون الشخص في مكان ولا يكون في ذلك المكان ولكن لا يكون في ذلك المكان في نفس الوقت بنفس المواصفات لو كان مثلا حضور و شخص في مكان في وقت و عدم حضور في وقت آخر هذا ليس نفس الشيء يجب ان يرفع يرد السلب على نفس ما ورد عليه الايجاب خب هل يكون التناقض أولاً في القضايا أو في المفردات في التصورات؟ يقول فهو بأس الأصل في القضايا وقد يحول مضمون القضية إلى المفرد فيقال التناقض بين وجود الشيء وعدمه كما قد يقال نغيظ كل شيئين رفعه مثلا العالم مثلا زيدون عالمون وزيدون ليس بعالم هذان القضيتان متناقضتان يمكن ان يقول شخص بدل من زيدون عالمون وزيدون ليس عالم علم زيد وعدم علم زيد ولكن في الواقع علم الزيد وعدم علم الزيد ليس متناقضين لأن علم الزيد وعدم علم الزيد ليس في أي حكم إذا نريد أن نحصل على حكم نحن هذه القضية والتناقض بين الحكمين في الواقع لذلك ذلك الله يقول وهو بحسب الأصل في القضايا وقد يحول مضمون القضية إلى المفرد خب وحكم النقيضين أعني الإيجاب والسلب أنهما لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا يعني وجود أحدهما ورفع الطرف الآخر لا يمكن وجود كليهما أو عدم و كليهما ايجاب و كليهما وسلب كليهما لا اما هذا او ذاك من دون اي احتماليه للاجتماع او الارتفاع معا انهما لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا على سبيل القضيه المنفصله الحقيقيه القضايا إما متصلة أو منفصلة، منفصلة يعني إما هذا أو ذاك، ولكن في بعض الأحيان هناك عدم إمكانية الاجتماع، يعني مانعة الجمع، ولكن يمكن رفعهما. في بعض الأحيان مانعة الخلوف ولكن يمكن رفع اجتماعهما، يعني يقال لا يمكن خلوهما يعني رفعهما معًا. أما اجتماع لا باس او إجتماع لا يمكن ارتفاعه اما نحن نتكلم حول ما لا يمكن جمعهما ولا يمكن خلوهما يعني الخلو من كليهما خب هذه القضيه من اهم المعارف البشريه يعني لا يمكن اجتماع نقيضين فلا يمكن ارتفاع النقيذين هي من البديهيات الاوليه التي عليها يتوقف الصدق كل قضيه مفروضه يعني اي شيء نحن نريد ان نثبت اذا لا نقبل بان اجتماع النقيذين محال نقول اليوم مثلا الجو حار و الجب بارد ويمكن ايضا نقيضه ان يكون صحي يعني الجب حار والجب ليس بحار كلاهما صحيح خب لا يمكن ان نحصل على اي شيء اي عالم اي خبير يستطيع ان يواصل نشاطاته العلميه اذا هو يحتمل يمكن اجتماع النقيضين لا يمكن ويمكن ارتفاع النقيضين لا يمكن هي من البديهيات الأولية التي عليها يتبقى في الصدق كل قضية مفروضة ضرورية كانت أو نظرية يعني بديهية أو غير بديهية. إذ هناك نكتة في تعريف اليقين في علم المنطق. العلماء يقولون اليقين يحصل إذا نعلم بهذا هذه القضية ونعلم باستحالة الطرف الآخر يعني إذا نقول مثلا زيدون قائمون خب يجب أن يكون لدينا يقين بعلم بقيام الزيد ويقين بأن الزيد لا يمكن أن يكون غير قائم إذا شخص يقول زيد قائمون وربما أيضا زيد غير قائم خب هذا فليس بيقين ليس بعلم لا يتعلق العلم بقضية إلا بعد العلم بامتناع نقيضها فقولنا الأربعة زوجون إنما يتم تصديقه إذا علم كذب قولنا ليست الأربعة زوجا لأنه إذا تقولون الأربعة زوجون وربما ليست زوجان وكيف يحصل على العلم؟ لا يمكن أن يتقدم إنسان ولو خطوة ولذا سميت قضية امتناع اجتماع النقيزين وارتفاعهما أولى الأوائل الأوائل من اليقينيات البديهية نعم قضايا الأولية قضايا مجرد تصور الموضوع والمحمول يكفي في التصديق هذه قضيه اوليه من اهم الاوليات بل ابده الاوليات اولى الاوليات قضيه امتناع اجتماع النقيضين او ارتفاع النقيضين ومن احكام التناقض أنه لا يخرج عن حكم النقيضين شيء ألبته فكل شيء مفروض إما أن يستق عليه زيد أو لا زيد أي شيء في العالم إما زيد أو لا زيد أي شيء في العالم إما حجر أو لا حجر أي شيء في العالم إما نور أو لا نور لأن النقيضين لا يمكن ارتفاعهما فمعنى أنهما يقتيان كل عالم كل شيء اما يقع تحت هذا النقيض او تحت نقيضه اما كل شيء مثلا انسان او لا انسان حجر او لا حجر خل. لا يخرج عن حكم النقيضين يعني شيء البتة فكل شيء مفروض اما ان يسلق عليه الزيد او لا زيد وكل شيء مفروض إما أن يسلق علي البياض أو اللا بياض وهكذا، لو تتذكرون نحن حينما كنا نتكلم حول الماهية، قلنا الماهية من حيث هي ليست هي إلا هي لا بموجودة ولا بمعدومة ولا أي شيء آخر. قلنا مثلا الإنسان هو الحيوان الناطق. ليس الحيوان الناطق الموجود. الوجود ما اخذ في تعريف الماهيه، لانه لو كان الانسان الحيوان الناطق الموجود فالانسان الذي ليس موجود ليس بانسان. او الانسان ليس بالحيوان الناطق المعدوم. لانه لو كان موجود ما كان بانسان. الوجود والعدم لم يؤخذا في حد الماهيه فيجب ان لا يقول يقول احد هذا معنى ارتفاع النقيضين لا ليس هذا معنى ارتفاع النقيضين اخذ النق... احد النقيضين في الماهيه ليس لا يعني ارتفاع النقيضين ارتفاع النقيضين بان يقال الانسان ليس بموجود وليس بمعدوم هذا ارتفاع النقيضين انسان اما موجود او معدوم خارجيا اما يكون اي شيء موجود او معدوم الانسان البقر الفرس اي شيء حتى شريك الباري اما موجود او معدوم طبعا نحن نعرف شريك الباري غير موجود ولكن اما موجود او معدوم صحيح لان احد النقيضين يصدق شيء خب الانسان اما موجود اما معدوم صحيح ولكن نحن نقول في ماهيه الانسان في حد الانسان في تعريف الانسان ليس وجود ماخوزا وليس الماهيه ماخوزا لا مشكله فيه هذا ليس من باب ارتفاع النقيضين یعنی هزان نقیزان ما اخیزا فی التعریف اما خارجیا هزا شيء اما موجود و معلوم. اما فی مفهوم فقط الحيوانيه و الناطقیه ان وجود و لم يخذا. اما ما تقدم في مرحله الماهیه ان النقیزین مرتفعان ان مرتبه ذات كقولنا الانسان من حيث انه انسان ليس بموجود ولا لا موجود يعني معدوم فقد عرفت ان ذلك ليس بحسب الحقيقه من ارتفاع النقيضين في شيء لو كان من باب ارتفاع النقيضين فكان خلاف الضروره لان ارتفاع النقيضين لا يجوز بل معاله معال ذلك الكلام بالنسبة للتعريف إلى خروج النغيذين معا عن مرتبة ذات الشيء ليس بالجنس ولا فاصل وجود ليس بجنس عدم ليس بجنس ولا فاصل فليس يحد الإنسان بأنه حيوان ناطق موجود ولا يحد بأنه حيوان ناطق معدوم لأن الوجود والعدم امران خارجان عن الذات لا جزال قد يمكن ان يكون موجودا وقد يمكن ان يكون معدوما خب الامر الاخر بالنسبه للنقيضين يجب ان يكون نقيض الشيئين رفع ذلك الشيء بكامل الشروط بكامل الجهات كما قلت مثلا الانسان في هذا المكان وعدم وجود هذا الانسان في هذا المكان اذا اخذ مع جميع الشروط ليس مثلا الانسان في هذا المكان اليوم والانسان في هذا المكان غدا خب هذا يمكن رفعهما يمكن يقول هذا الانسان ليس بموجود وليس بلا موجود يعني ليس بموجود الان وليس بمعدوم غدا هذا ليس تناقص ومن أحكامه أن تحققه في القضايا مشروط بثمان وحدات معروفه مذكوره في كتب المنطق تحقق التناقض يحتاج الى ثمانيه وحدات يعني من ثمانيه جهات يجب ان يكون متحدين حتى يكون أحدهما رفع شيء الآخر أو وضع شيء الآخر بأن يعني يكون الحمل فيهما جميعا حملا أوليا خب هذا أه، وحدات ثمانية كان معروفا لدى المناطق حكماء كان معروفا قبل ملا صدره مثلا وحدة الموضوع وحدة الجهة وحدة الزمان وحدة المكان كلها كانت معروفة ملا صدرَ زاد شرطا تاسعا وهو وحدة الحمل يعني لأنكم ربما تأخذون شيئا بالحمل الأولي وشيئا آخر بالحمل الشايع خب، هذا ليس بينهما تناقص يعني يمكن أن يكون شيئا موجودا بالحمل الشايع ولكن بالحمل الأولي ليس بموجود، لماذا؟ لانه موجود ليس اخ اخذ في حده، فهذا شيء مهم جدا. من احكامه يعني من احكام التناقض ان تحققه في القضايا مشروط بثمان وحدات معروفه مذكوره في كتب المنطق. وزاد عليها صدر المتألهين وحدت الحمل بان يكون الحمل فيهما جميعا حملا اوليا او فيهما معا حملا شائعا لا يمكن ان يكون احدهما حملا اوليا ولا آخر حملا من غير اختلاف ف لا تناقض بین قولنا الجزئی و جزئیون و لیس الجزئی به جزئی لیس تناقض اذا انت تقول الجزئی و جزئیون ای مفهومن خب کل شیء یکون نفسه هو. بل انجلیزی نقول توتولوژی الجزئی جزئیون کل شیء نفسه هو. يعني بالحمل الأولي هو اتحاد مفهومي وأنت تقول ليس الجزئي بجزئي تقصد أن مفهوم الجزئي بنفسه كلي مفهوم الجزئي يستق على زيد يستق على عامر يستق على بكر مفهوم الجزئي ليس بجزئي مفهوم الجزئي كلي يعني مفهوم الجزئي من مصادق المفهوم الكلي هل هناك تناقض انت تقول الجزئي و والجزئي ليس بجزئي لا ليس تناقض احدهما نقص حمل الاولي والاخر الحمل الشائع فاذا من اي جهه هناك اتحاد حتى من جهه الحمل ف وضع الشيء و الشيء يكونان من المتناقضين خب الحمد لله انتهى هذا الفصل الفصل العاشر حول تقابل الواحد والكثير نحن قلنا هناك اربع انواع من التقابل التضايف التضاد العدم والملكة والتناقض هناك سؤال التقابل بين الواحد والكثير هو عنوان هذه المرحلة الواحد والكثير التقابل بينهما تقابل بالذات او لا ولو كان بالذات هل يكون من التضايف هل يكون من التضاد من العدم والملكه من النقيضين اي شيء يقول العلامه الفصل الرابع الفصل العاشر في تقابل الواحد والكثير اختلفوا في تقابل الواحد والكثير هل هو تقابل بالذات يعني بينهما تقابل ذاتا او لا ليس بالذات بالعرس بسبب شيء اخر مثلا ذاتا ليس عندهما مشكله وعلى الاول لو قلنا هناك تقابل بالذات خب تقابل بالذات قلنا انوا انواع لهو اربعت انواع ذهب بعض اوملا انهما متضائفان یعنی لا يمكن ادراک و تضایف امران وجودیان یا تبقف ادراک و احد مالل آخر مثل ابوت و البنوه بعض اون یقولون الواحد بلکتیر متضائفان بعض اون یقولون انهما متضادان یعنی امران وجودیان یا على موضوع واحد بینام قایت الخلاف بعضون یقولون اصلا نیست به تضايف وتضاد والمدام والملك والتناقض شيء خامس وبعضهم يعني ذهب بعضهم إلى أن تقابلهما نوع خامس غير الأنواع الأربعة المذكورة يعني غير التضاد والتظايف والعدم والملكة والتناقض ما هو الصحيح؟ الله مرقبول رحمه الله الحق أينما بين الواحد والكثير من الاختلاف ليس من التقابل المصطلح في شيء نعم هناك اختلاف في مفهوم الواحد ومفهوم الكثير ولكن ليس من باب التقابل أربعة من التقابل لأن اختلاف الموجود المطلق بين إلى الواحد ولكن نقول الموجود إما واحد أو كثير يقول هذا الاختلاف اختلاف تشكيكي يعني ما به الاشتراك يرجع الى ما به الاختلاف مثل الوجود الاختلاف بين الموجودات اختلاف تشكيكي حسب رأي صدر المتألهين يرجع ما فيه ما به الاختلاف الى ما به الاتفاق مثل انقسام الوجود الى الوجود الخارجي والذهني الوجود الخارجي وجودون. وجود وجود الذهني في الواقع من باب النسبه وتقول مثلا في مراحل رقيقه من الوجود الوجود في الواقع خارجي ولكن قد نقول الوجود اما خارجي او ذهني او الوجود بالواقع واحد متشخص ولكن قد نقول الوجود واحد او كثير او الوجود بالفعل ولكن قد نقول الوجود اما بالقوه او بالفعل الاختلاف والمغايرة التي في كل من اقسام التقابل الأربعة يمتنع ان يرجع الى ما به الاتقان في التزاط والتزايف والزدين والملكه تقابل جذري ولا يمكن ان يرجع ما بالاختلاف الى ما بالاشتراك اما تقابل بين الواحد والاحد كثير ليس هكذا لان الكثير اذا من الاحاد فلا تقابل بين الواحد والكثير بشيء من اقسام التقابل الاربعه كما قلنا الحق ان ما بين الواحد والكثير من الاختلاف ليس من التقابل المصطلح في شيء خب هناك تتمة التقابل بين الايجاب والسلب ليس تقابلا حقيقيا خارجیا یعنی لیس به ضروره شیء خارجیون نسمیه به تناقض مثلا او به ایجاب و سلب ایجاب و سلب نفس تناقض بل عقلي به نوع من الاعتبار مثلا وجود و شریک الباری و عدم و شریک الباری بین هما تناقض ولكن این وجود و شریک الباری و این عدم و شریک الباری هل یوجد وجود و شریک الباری؟ لا هل یوجد عدم و شریک الباری؟ لا یوجد نه از هی حقیقه شریک الباری معدوم ولكن لا يوجد لعدمه مکانون و ما به ازان حقیقی هذا عقلیون بل عقلیون به نوع من الاعتبار الفرق بین تقابل و هذا اعتبار العقلی ها کزار. لان تقابل نسبت خاصه بین المتقابلین و نسب وجودات رابطه قائمه به طرفین موجودین محققین فتقابل نحن به حاجه الى نسبه هل تکون نسبه دائما بین امرین محققین موجودين نقول لا في تناقض ليس موجودين ما موجوده این نعم فی تضایف کن امران وجودی اما في تناقض عدم و ليس کلاه ما احد الطرفين التراف، في التناقض هو السلب الذي هو عدم وبطلان. لكن انظروا الى قوه العقل، نشاطات العقل، قلت لكم يعني بعض الفلاسفه يقولون اذا انتم تدركون ما يعمل الذهن انتم اصبحتم من الفلاسفه، الفيلسوف هو الذي يعرف نشاطات ذهن لکن العقل یعتبر السلب طرفا للايجاب اعتبارا فيرى عدم جواز اجتماعهما لذاتهما یقول عدم و هذا كأنه شی حقیقی وجود مثلا زید و عدم و زید بینهما تناقض أما تقابل العدم والملكة أنتم تقولون خب هذا يجري في العدم والملكة لأن العدم في عدم الملكة يعني عدم ملكة عدم أمر وجود مثلا عدم البصر يقول في العدم والملكة الأمر أسهل لماذا؟ لأن هناك موضوع يعني يمكن نقول العماء وهو عدم البصر في من يمكن أن يتصف بالبصر كأنه فيها حالة وجودية فللعدم فيها حظ من التحقق يعني كون الشخص أعمى نقول كون الشخص أعمى كأنه أمر وجودي لكونه عدم صفة من شأن الموضوع أن يتصف بها بهذه الصفة فينتزع عدمها، إن يعني عدم هذه الصفة منه من الموضوع هذا المقدار من الوجود الانتزاعي كاف في تحقق نسبة. نقول هذا الإنسان أعمى، يعني هذا الإنسان متصف بعدم البصر. كأن للعدم الشيئية. طبعا هذا إذا اعتبار عقلي. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله في الجلسة القادمة نبدأ المرحلة التاسعة في السبق واللحوق والقدم والحدوث إن شاء الله